شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. سيداتي أنستي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي قنوات بي إن سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة متتبعي مباريات دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة من العاصمة لندن ومن ملعب ويمبلي الشهير الذي سوف نتعرف من خلاله على واحد من الفرق التي سوف تعبر وسوف تصل إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة العريقة. من الأهداف في هذا اللقاء، هذا هيغوين سبع صحات الحقيقة، والتوقعات مشاهدة الهدف الأول، التسديدة وردة الفعل من العملاق الإيطالي بوفون، السقوط على أرضية الملعب والمحاولة الأخطر أمامنا في هذه المباراة المعروفة هي التي تتوج باللقب بمحاولة يوفنتوس، ولكن الكرة مرت بهذا الشكل من اللاعب العائد من الإصابة تورينو، وصلت الكرة في الجهة اليسرى، التحول لاعب من أصول تونسية سامي حضيرة بكرة خطيرة لعبت ولكنها صدت ومرت قبل ذلك ووصلت إلى ضرب بهذا الشكل. لاحظ معي يمر من بوفون، هاري كين يتقدم يحاول أنه يزور التقدم إلى الأمام، المرور من كوستا دوكلاس، كوستا السقوط على أرضية الملعب، الطليان يبون ضربة جزاء، سامي خضيرة يبي ضربة جزاء، كلهم راحوا لحكم المباراة البولندي مارتشينياك. تحولت حلوة اللقطة حلوة، وتأتي التسديدة بعد بتقدم آخر والرأسية ولكن يرفضها بوفون، والحصار الذي الأقرب لتسجيل الهدف الأول، وصلت الكرة إلى داير يسدد، يتمكن منها حارس المرمى بوفون، صعبا على بعض الفرق، وصلت الكرة في الجهة اليسرى انلعبت ولكن صدت وتحولت إلى ضربة ركنية في عملاق آخر يظهر في هذه اللقطة اللي هو كليني، وعجبني الكوري الجنوبي سون هيونغ انغيرة، والتقدم إلى الأمام والرأسي للتحول إلى ضربة مرمى لمصلحة يوفنتوس. عودة الأهداف من ضمن هدفين والتسديدة القوية أيضا يتمكن منها بوفون، تسديدة من آلي اللاعب الدولي الإنجليزي، اللقطة الخطيرة الكرة والتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هاري كين 24 سنة يعني في المونديال الروسي مع المنتخب الألماني، الكرة تحولت ولكن أيضا بكرة خطيرة جدا، التسديدة ولكن تمر بسلام، والكوري الجنوبي لا زال متألقا في هذه، ومرة أخرى يا الله تحولت بهذا الشكل، جول 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 للكوري الجنوبي، كان له ما أراد، والأعمال اللي قام فيه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يتوجها الآن بتسجيل للهدف الأول في هذه المباراة. لكن أنا أمام لقطة رائعة، اللقطة الأجمل، اللقطة شوف 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 شوف، هذه هي اللقطة الأجمل، هنا صناعة الهدف، هنا وصلت الكرة بهذه ردة الفعل. شوف الآن الوضع راح يتغير، والكوري الجنوبي يغير لنا نهج المباراة، شكل المباراة، دقائق المباراة القادمة. خلاص الآن ما في داعي للتحفظ، ماسي مليان الضربة الحرة المباشرة انلعبت، ثلاثة أهداف بالكرة أيضا المنقولة والمبادرات الأكثر حتى مع بداية الشوط الثاني، الانطلاقة في الجهة بالوصول إلى المرمى بعمل خطير، لذلك أنت ماشي كثيرا دافع يهاجم لكي يدافع ويكون المرمى بعيد عن الخطر، لا زال مرمى فريق توتنهام هوغو لوريس بعيدا عن الخطر. سيد العجوز لابد من تسجيل الأهداف، محاولة تسجيل الهدف الأول، المرمى في مرمى، الضربة الركنية لعبت عالية مرت، والحاضر في الجبهة اليسرى الآن والمتقدم أمامك، والتسديدة من سون هيونغ مين
إلى خارج أرضية الملعب، يتلقى التحية، يتلقى التقدير، يحاول في هذه اللقطة يشغل الجهة اليسرى، يطلب الكرة، يتقدم فريق توتنهام. هذا فريق لغاية الآن هو المرشح الأول، ولا دقائق من الشوط الثاني، ضربة ركنية انلعبت وريال مدريد وفريقه الحالي أيضا متخلف بهدف واحد مقابل بالكرة الخطيرة، التسديدة بعد ذلك لكن تضيع فيها أفضل حقيقة احتفل من مدافعي فريق توتنهام. وصول أول في الشوط الثاني لفريق يوفنتوس، عدد أكبر من اللاعبين، الكرة الرأسية، التحول في الجول، جول هجوين للمرة الثالثة يسجل في مرمى توتنهام، في تورينو سجل، في لندن يسجل، وفي ملعب ويمبلي الآن يسجل هدف التعادل. الكرات المتغ... شوف العدد، لاحظ العدد، العدد الكبير. هذا الوضع لم يكن حاصلا في الشوط الأول. الآن تقدم يبذر أمامنا، لكن في الماضي شوف 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 شوف، ولاحظ التقدم، ولاحظ الانفراد، ولاحظ الجول، جول أرجنتيني آخر يظهر. غابوا الاثنين في الشوط الأول، ظهروا الاثنين في الشوط الثاني، هجوين أولا، ديبالا ثانيا، هدفين متتاليين لفريق يوفنتوس، وبالتالي الانفراد. لاحظ 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 معي تقدم، الكرة الأولى، الكرة الثانية، يا سلام على طلب الكرة.